لهنايا منو نجيبو العجوله ولا البقر لهنايا باش تم طريقه عمليه التسمين هنايا في هذا الكوار هذا، وباش ما ي... السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني واخوات متابعي الاعزاء، نتمنى من الله العلي القدير تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده في احسن الاحوال. تبارك الله ما شاء الله كما كتشوفوا راه المعز ان شاء الله كيرعاو هنايا في هذا الخرطال هذا. تسونا شاء الاخوان الله يجزيكم بخير، دعمونا بلايك جزاكم الله خيرا. واللي العجل مع عندنا واحد البقره والده تما في واحد الكوري شي تجاره تما غادي نمشي نشوف مالهم. هكذا المعزرة تيمشيو يوردو في داك الشريج ديال الماء تيشربو حتى تورد ديك البقرة مع ولدها. فينا كيل فالنتينا هاتكيتا، اللهم صل وسلم على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. كانت واحد المعزة المعزه هي اللي كانت داخله عندنا. هنا تربيو داك العجول ولاد البقر اللي عندنا في داك البقر البري، هنا تربيو العجوله الاخوان في الكوري هذا، تربيو هنايا الاناث والبلاصه فين كاين العودات تربيو الذكور. انتينا دابا مبقيناش نجيبوهم لهنايا لانه كما قلت لكم في هذا الفيديو البقر عندنا كيخرج فيه داك المرض ديال مرض السول التوبركولوسي تيقولو لها بالاسبانيا، داكشي علاش ممنوع نجيبو البقر لهنايا، ممنوع نجيبو العجوله ولاد البقر لهنايا باش تم طريقه عمليه التسمين هنايا في هذا الكوار هذا، وباش ما ي... باش دائما تبقى هاد البلاصة على حساب تسمين العجول خص ضروري نخليو فيها شي بقرة ولا شي مهم شي عجلة ولا جوج عجولة. هاديك كيطا مثلا الا حيدنا من هنا هاد البقرة وهاد العجلة ديناهم عند البقر الاخرين مزرعة اخرى صافي، الا جات واحد اللجنة خرجو وما لقاوش البقر هنا غادي يعطيو غرامة مالية، لأن هاد البلاصة عندو عليها الرخصة بأنه فيها بقر. ويقدرو يمنعو عليه كاع ما يبقاش يربي العجولة هنايا، لهذا راه كنخليوه هنايا. خلينا هاد البقرة وأي مزرعة هنايا في اسبانيا خا كيبيع المعز ولا الغنم كيخليه واحد العدد قليل خا 10 ولا 4 ولا 5 ولا اللي كان، باش ديما كيبقى عنده ديك الرخصة مكيحيدو والوش. هاد البقرة ما شاء الله راه ما تاكلش العلف، تنعطيوها غير داك البال ديال الخرطال. رسمينا تبارك الله ما شاء الله. ما تيجي ورد هنا راه مشمسة تبارك الله، كاينة الشمس اليوم الشمس حارة. الله يرحمنا برحمته. يوم العطس
العودات كذلك راهم تمايا، هادو راه غيولدو ان شاء الله. شي باش جناهم هنايا باش نراقبوهم، ما راه مازال لهم دابا اكثر من شهر، مازال لهم واحد الشهرين على الاقل باش غادي يبداو يولدو. ماز دابا راه شبعان، دابا راه ما ساليت الحليب وماكلين العلف، داكشي باش ما تشوفوا راه ما كيحبسوش باش يرعى. ايه في العشية تيرعاو مزيان احسن من دابا. انا هاد العشية ما نخدمش، وبغيت نراعيهم شوية باش نديهم نعطيهم الاكل في الكوري وخليهم نسد عليهم. هاد العشية ان شاء الله راه عندي ليبري صافي، خليها انا نضرب انا نضرب شكل لك حوايجك تحقرو عليك اوليدي. ولدي راه انا ولاها لاصقني ديما فين ما جيت مع المال، فين مشيت لشي بلاصه تيجي معايا ولا في الدوران. فين؟ لا اش غنديرو تما؟ سبحان الله هاد البلاصة هادي، هاد المكان هذا كما كتشوفو راه الما العام فايت فاش كانت طاحت الشتا فصل الشتاء كان يجري الما من هنايا، هاد العام راه ناشفة. ضرب بحال شي واد تيزرع غير في فصل الشتاء لما تكون الشتا كتيرة. واد عام سبحان الله العظيم كما كتشوفو راه والو راه ناشف. شارك معكم الاخوان هاد الالات ديال الحرث كما كتشوفو سبحان الله العظيم، هادشي راه قديم ماشي معرفتش اش من تاريخ عندو. هادو هما باش كانوا يحرطو، شرا خصهم يديو شي متحف. شوفو هاد الرويضة هادي ديال الحديد،